بعد تكاليف العطلة الصيفية والعيد، يطل الدخول المدرسي برأسه ليفرض على الأسر المغربية إنفاق ما بقي من مدخرات مالية، حيث يجد الآباء والأمهات أنفسهم أمام وضع مادي حرج يلزمهم أحياناً اللجوء للاقتراض. الشكل الحقيقي هو قدرة الأسر على تدبير يعني المصاريف ديال الدخول المدرسي، خصوصا مع التزامن ديال هذا الدخول المدرسي مع عيد الأضحى المبارك وكذلك العطلة الصيفية. سلام، أنا فرحان نشوف مامي تريس مي زامي، وحتى فرحان دو مي نوفو ليفغ، وحتى بغيت نشوف مي نوفو زامي ومي زامي اللي كانوا في وسط ليكول ديالي. وفي لقاء مع مسؤول الجناح المدرسي بإحدى المكتبات، أكد على مشكل بسيط يتعلق بنقص في بعض الكتب والطوابع الجديدة. كاين مشاكل بالنسبة للطبعات الجداد ديال 2018، مازال ما توصلناش بهم، هما لحد الآن اللي فيهم مشاكل، مازال ما خرجوش. بالنسبة للأثمنة عادي، ما كاينش المشكل في الأثمنة، كاين المشكل ديال المونك ديال لي ليفغ، هما اللي فيهم مشكل. وقد بدأت ملامح انطلاق هذا الموسم الدراسي تتضح من خلال الإقبال المتزايد بالتدريج على المكتبات الوطنية التي استعرضت رفوفها أمام حماس التلاميذ لخوض غمار مستوى دراسي جديد.